قناة نون أحلى أوقاتي. برنامج النجم الصغير برعاية رونا جرو، حليب النمو المتكامل للأطفال ابتداء من العام الأول. إكسيدا، ابنك تعبك بالأكل، إكسيدا هو الحل. ليش اشتركتي بالنجم الصغير؟ شو طموحك من وراء اشتراكك بالنجم الصغير؟ أكون نجمة القناة يعني. أهلا وسهلا حبيبتي، كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام؟ تمام. شو اسمك؟ اسمي مها عمر من السعودية، عمري 11 سنة. مها عمر، عمرك 11 سنة؟ أيوه. بأي صف يعني يا مها؟ خامس. خامس، ما شاء الله عليك. شو موهبتك يا مها؟ الغناء. الغناء؟ الرسم كمان. كمان رسم؟ هلا شو رح تقدمي لنا، رسم ولا غناء؟ شو حافظة؟ الله على الصحبة. الله على الصحبة. على مين؟ ديما بشار. صح. يلا بس بدنا صوت عالي وابتسامة ونسمع. دق وردق بدق لون قلبي، الله على الرفقة، الله على الصحبة. دق وردق بدق لون قلبي، الله على الرفقة، الله على الصحبة. أحلى أوقات العمر سو بنقضيها، رفيقتي مثل الزهر سنين تحليها. أحلى أوقات العمر سو بنقضيها، رفيقتي مثل الزهر سنين تحليها. نتعهد الخير تقويني وويها، بفرح لنجاحها بشوف حالي فيها. الله على الرفقة، الله على الصحبة. هربت منها، هربت. نسمع شي تاني والله مجرور. نسمع شي تاني؟ نسمع شي تاني. حافظة شي تاني؟ ايه. ايش حافظة؟ ايش إلي يعني؟ بقت ورد. بقت ورد يعني خلص. لين تفضل حبيبتي. عندي بقت ورد بس مش حاسسها كلها. شفت كيف؟ مقطع صغير. عندي بقت ورد مني انا لين، محتاره عن جد بقدمها لمين. تفضل استاذ بلال. مها كيفك يا مها؟ الحمد لله. انت من السعوديه؟ من جده؟ ايوه من جده. يعني قصدي سعوديه الاصل. ايوه. مرحب، شو اخبارك؟ الحمد لله حبيبة قلبي. مها بصراحة الأغنية الأولى حلوة والثانية كذلك حلوة، صوتك حلو بس ما عارفة تستخدميه بطريقة صح. ليش؟ لأن أنت حافظة الأغنية كما غنتها ديما أو لين. إحنا نريد إبداعاتك أنت، يعني تضيفين الحليات اللي أنت شايفتها مناسبة، يعني أو الشغلات اللي تحسين بها أنت. ماشي؟ نتمنى أنه تتعبين على نفسك أكثر، وبنفس الوقت يعني تكوني مجدة انه للغناء. ليش؟ لان انت صوتك حلو. ماشي؟ وانا بالنسبة لي اعطيك نجمة. اعطاك نجمة يا بلال. انا بعد ما حكى عمو بلال قد ايه حكى هيك انتقادات، وانا قلت ما حنعطيها. لا شو ضل؟ إيه لا، وانا المشكلة شنو؟ قلت انه نعطيها النجمة ونعطيها النصائح اللي مع النجمة. حلو. حتى في سبيل تتحفز اكثر. اسلوب جميل من الاستاذ بلال. انا خوفني والله. والله انا قلت مش راح يعطيها صراحة. انا شوف شو حكي لك. انا حقول لك صوتك حلو وهادي وبسيط. الاغنية الاولى غنيتيها حلوة، يعني غنيتيها يمكن ما فيها زي ما حكى استاذ بلال انه هيك ما فيها كثير حركات وتحليات وكذا، بس غنيتيها حلو. حتى هربتي بشغله وانا عمر طلعنا في بعض انه رجعت. رجعت، قدرت ترجع فيها. الاغنيه الثانيه ضفت عليها هيك كم من عربايه لذيذه سمعناهم انا وعمر، وحتى هيك شفنا خلص كفي. انا بعطيك كمان نجمه مها، يعني اعطاك نجمه بلال واعطاك نجمه محمد. الله يستر. هلا يعني انا في النهايه حتى لو اعطيتك او ما اعطيتك، ما دام عندك نجمتين رح تاخذي النجمه الفضيه. لكن اعطيك نصيحه، لانه هلا اذا اخذتي انت النجمه الفضيه رح تتسابقي مع مجموعة أخرى من المواهب حتى نشوف مين ممكن راح يتأهل للمراحل المباشرة. بدك تبتسمي أكثر وتحفظي هلأ أغنية تانية أو تجهزي أغنية تانية تأديها بابتسام وبثقة أكثر. ماشي الحال؟ وأنا راح أعطيك النجمة. مبروك يا مها، مبروك. تفضل حبيبتي. مبروك.
مبروك مها، اخذت النجمه الفضيه. شو حكت لك اللجنه؟ عجبهم صوتي وبلال كبيس شويه ما عجبه، بس اعطاني النجمه. ابغى اسمع الناس موهبتي، وابغى في نفس الوقت انشد معالين وديما. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ طيبه. شو اسمك يا حلوه؟ شهد. شهد؟ شهد بدنا نحكي بصوت عالي. قولي اسمك كمان مره. شهد. شهد ايش؟ عبد المجيد. عبد المجيد ايش؟ القطامي. شهد القطامي، الله ما احلى هالاسم. كيف حالك يا شهد؟ الحمد لله. شو موهبتك يا شهوده؟ غناء. غناء؟ شو راح تغني لنا؟ بنحب الحياة. اوه هاي اغنية قوية. ها زبطت معك. زبطت زبطت. يلا. بنحب الحياة، بنحب الفرح، شارك يلا هات فكرك لو سرح. بنحب الحياة، بنحب الفرح، شارك يلا هات فكرك لو سرح. اضحك يلا طير عيشة طفل صغير، اضحك يلا طير عيشة طفل صغير، الدنيا أحلى تصير لو نفهمها صح، الدنيا أحلى تصير لو نفهمها صح. تن 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 ترى، الله. تن 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 ترى، فرفش غني دوم على مودك هوا. غني معها، غني معها. لا تحزن بيوم ارمي الهم وراك. اضحك يلا طير، النغمة بنعليها لو نتفائل فيها، النغمة بنعليها لو نتفائل فيها، الدنيا بنخليها وردة بالأسواق، الدنيا بنخليها وردة بالأسواق. تن 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 تر لا مقطع هذا. تن 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 تر، تأمل بالنجوم وبليل السهر، بالسما والغيوم ونسيم البحر. شكرا يا شهودة، يا حلوة، يا أمورة، وجهك وجه القمر الحلو هذا. شكرا حبيبتي. يا صف أنت شهد؟ سادس. ما شاء الله. قد عمرك؟ 11 سنة. العمر كله قدامك إن شاء الله. أنا أعتذر من عندك وأتمنى لك أنه تتعبين على حالك أكثر حبيبتي. شكراً أستاذ بلال. نسمع رأي الأستاذ محمد. أنا بقول لك شهد 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 هد فدوة لروحها الخد. الله 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 الله. يا شهودة حبيبة قلبي، بدك تشد حالك كمان، تتدرب بزيادة هيك، الكاريزما تبعتك لذيذة وحلوة، بس الصوت بده شغل أكثر. فأنا بقول أنه نشوفك موسم الجاي. أشكر أستاذ محمد. شهودة حبيبتي أنت أبدعتي وغنيتي حلو، بس بدنا نتمرن أكثر ونشهد حالنا أكثر ونشوفك في المواسم القادمة. أوكي مع السلامة. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ ريناد. ريناد؟ ريناد إيش؟ ريناد عاكف. ريناد عاكف الحربي؟ لا خليل. أوكي يا ريناد، كم عمرك حبيبتي؟ 8 سنوات. 8 سنوات. شو موهبتك؟ الغناء. يلا سمعينا. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا جنان، عندما تضحكي تضحك الحياة، تسهر الأمان في طريقنا، نحس بالأمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. هذا هو. تفضل استاذ محمد. شكرا لك، انبسطنا فيكي، جدولتك كثير حلوه، ونشوفك الموسم الجاي تكون دربتي اكثر. اوكي استاذ بلال. تسلمين حبيبتي وشكرا لك لحضورك ويانا، نتمنى لك ان شاء الله تهيئين الموسم الثاني ونشوفك اكيد. تسلمين. باي. ان شاء الله نشوفك الموسم القادم. شكرا حبيبتي، مع السلامة. أهلا أهلا، كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ طيب. شو اسمك؟
عبد الرؤوف محمد هادي عسيري. عبد الرؤوف حياك الله. عبد كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات ما شاء الله، العمر كله إن شاء الله. شو موهبتك يا عبود؟ نشيد. يلا سمعنا. يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي لدنياي ومنقلبي، فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل، كل ما ذكرتك إلهي لنفسي تلك ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام، يا ربي أرجو ثوابك أخاف وأخشى عذابك، يا ربي أرجو ثوابك أخاف وأخشى عذابك، يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم، يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم، تائها نودر بوين يا ربي أنت المعين، تائها نودر بوين يا ربي أنت المعين. الله الله الله. عبود كم عمرك انت؟ 10 سنوات. 10 سنوات ما شاء الله عليك. شو حافظ كمان النشيد؟ شو الثاني؟ امي انا بعد الحنان. يلا اسمع شوي. امي يا نبع الحنان هكيمي من قلبي سلام، سلام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام، اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام، وارفعي عني الملام، عني الملام. يعني اتخيل يمكن محمد او عمر او حتى انا يمكن من كنا صغار هيك بهيك عمر يمكن صعب نغني هذا الغناء الاول اللي غناه. طب غنى حجازي هيك اللي هو كل ما ذكرتك يا غالي سألت نفسي سؤال، اسمك من الحب غالي. بس بلبل ولا قطعان بأغنيتك ما شاء الله. تعرف أنا ليش خليته غني أغنية تانية؟ ليش؟ لأنه حسيته حافظها زي ما هي بالضبط. بالضبط. فأنت حبيت أسمع شيء تاني عشان أشوف هل هو حافظ ولا هل ولا هو إمكانيته هذه. إمكانيته. فطلع حافظ شوي. أي. هو حافظ بس مع ذلك يعني مع ذلك. اكو تكنيك بالصوت واكو احساس حلو واكو يعني كل شيء موجود بس بده الارتكازات. مزبوط. بالضبط الارتكازات. بدك مو تستعجل تغني لانك انت حافظ الاغنيه. كل ما ذكرتك يا غالي سالت نفسي سؤال، حبك من الحب غالي ولا اصول الدلال. حاول بالقفلات لا تستعجل حتى تسلم الجمله الثانيه ماشي، بس انت يعني تستحق احلى 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 تحيه بس ونجمه. عبود كمان لازم تشيل ايدك من جيبتك وانت تغني وتكون مبتسم وتكون ايوه هاي هي الوقفه اللي بدنا اياها. تفضل استاذ محمد. انا حبيت صراحه حبيت بقوه وبجيب رباع وبجيب انصاص وبجيب هذا الغناء الحجازي الصح يعني. يا سيدي الغناء الحجازي حتى بالأغنية الثانية شوية برضو أعطى فيها بياتيات هيك أعطى فيها شريات حلو. حلو 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 برافو عليك. أنا بده دزة صغيرة يعني. إن شاء الله تكون هلأ منافستك مع زملائك لما عمر يعطيك النجمة تكون قوية تحضر لنا إشي كتير لذيذ وحلو تقنعنا فيه. هلأ في الجولة الثانية بدك تحضر شيء قوي عشان تتنافس مع الباقين عشان نشوف مين راح يتأهل منكم. مستعد تجهز شيء جميل؟ إذا أنا بعطيك هاي النجمة الفضية. تفضل عبود. مبروك. انت صوتك حلو ولا تسرع. اهلا 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 كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ لينا. لينا؟ لينا لينا ايش؟ لينا محمد. لينا محمد. لينا محمد. لين؟
لينا. لينا. كم عمرك يا لينا؟ 9 سنوات. 9 سنوات. شو موهبتك يا لينا؟ الغناء. الغناء. يلا نتفضل نسمع. في قلبي في قلبي شوق وحنين يحمل وجعي ماهاتي يرسلها الأرض فلسطين للقدس وللحلم الآتي فالحزن بعيني ها يبدو قمرا نحو الظلمة يادو لا أطيارا فيها تشدو في الساحات وفي الحارات قد جئتك والشوق دليلي فلعلي أطرق أبوابك وأنا أحفو للترتيل فخذيني وصلي برحابك قد جئتك والشوق دليلي فلعلي أطرق أبوابك وأنا أحفو للترتيل فخذيني وصلي برحابك. كثير انبسطنا فيكي بس لازم تتدربي أكثر شوي عشان صوتك يصير أحلى وأحلى. أوكي تفضلوا. الأمورة لينا الحلوة حبيبتي. أنا أعتذر من عندك وأتمنى أنه تتمرنين أكثر. أوكي تسلمين حبيبتي. أنا أتمنى إشي واحد. الشتاء؟ لا أتمنى أنه نتدرب أكثر عشان يصير صوتنا أحلى لأنه أنت ما شاء الله توفر فيكي كل إمكانيات النجمة الصغيرة. أوكي بس بدنا نتمرن أكثر على الصوت لأنه ما شاء الله عليك كاريزمتك حلوة فستانك حلو شعرك حلو بس إيش بدنا صوتنا كمان يكون حلو أكثر. أوكي يلا نشوفك الموسم القادم. شكرا حبيبتي. برنامج النجم الصغير برعاية رونا جرو حليب النمو المتكامل للأطفال ابتداء من العام الأول. إكسيدا ابنك تعبك بالأكل إكسيدا هو الحل. لما خلق كريم غير لي حياتي وما عرفت معنى الأمومة بلحظاتها الحلوة والمرة بس مع أول خطوة مشيها اكتشفت مشكلة فقدانه للشهية ما كان يأكل شيء لحد ما نصحوني الأطباء بإكسيدا وخلال أشهر كانت النتيجة رائعة أنا قدمت له الحنان والأمان وإكسيدا الفيتامينات الصحة والمناعة ابنك تعبك بالأكل إكسيدا هو الحل. قناة رمون أحلى أوقاتي. برنامج النجم الصغير برعاية رونا جرو حليب النمو المتكامل للأطفال ابتداء من العام الأول. إكسيدا ابنك تعبك بالأكل إكسيدا هو الحل. مين توقعاتك راح يحصل على النجمة الذهبية؟ أمجد. بصراحة مين تتوقع يفوز بالنجمة الذهبية؟ أنا إن شاء الله. أنت إن شاء الله إن شاء الله تربحي وتكوني وتفوزي بالنجمة الذهبية. أمجد مين توقعاتك يفوز بالنجمة الذهبية؟ إن شاء الله عبد الله. إن شاء الله عبد الله. مين توقعاتك يا مها؟
أنا. أنت يلا نتمنى لك برضو التوفيق والنجاح. شو توقعاتك؟ توقع أمجد. مها هلأ يعني رح يتأهل حدا منكم وياخذ هاي النجمة الذهبية اللي بتأهل فيها للعروض المباشرة قريبا إن شاء الله في بيروت. شو بدنا نسمع هلأ؟ رقت عيناي شوقا. أنت مها، مها الحمود؟ أيوه. يلا مها الحمود تفضل حبيبتي. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يهدي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق، اقرأ اقرأ يا محمد. أوكي حبيبتي مشكورة، شكرا لك. أهلا يا عبد الله، كيفك حبيبي؟ عبد الله يعني هلا رح نختار أحدكم اللي رح ياخذ هذه النجمة الذهبية المؤهلة للمراحل النهائية. أنت مستعد لخوض هذه التجربة؟ شو راح تسمعنا هلا يا عبد الله؟ راح اسمعكم اغنية الأستاذ محمد بشار هيك الزمان. يلا أعطيها. هيك الزمان هيك الدنيا من أول ما خلقنا، يلي إلك منو إلي لو شو مهما عملنا، كل شي مقدر لا تتحير ولا تشغل بالك، واللي مقدر على تعبك ركز لي حالك. هيك الزمان هيك الزمان هيك الزمان هيك الدنيا. الله الله جميل يا عبد الله، شكرا لك حبيبي. شكرا. كيف حالك؟ الحمد لله. عبد الرؤوف؟ ايوه. عبد الرؤوف هلأ يعني المسابقة اشتدت، يعني رح حدا فيكم يربح هذه النجمة. شو مكتوب عليها هاي النجمة؟ إلى بيروت. هاي الذهبية هاي. هاي خطيرة. ممكن انت تربحها عبد الرؤوف؟ ان شاء الله. يلا شو بدك تسمعنا هلأ؟ أمي ثم أمي. تفضل حبيبي. أمي ثم أمي لحد آخر يوم، فعمري حبي من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها دايم خيرها في دمي وعايش بي، أعمل لها تمثال اللي طيبة قلبها فوق الخيال، أعمل لها تمثال اللي ربت واللي سهرت واللي شالت حملي جبال. أمي ثم أمي لحد آخر يوم، فعمري حبي من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها دايم خيرها في دمي وعايش بي. شكرا شكرا يا عبد الرؤوف حبيبي، أشكرك. أهلا وسهلا أمجد، نرحب فيك من جديد. أمجد يعني في أحدكم رح يأخذ هذه النجمة اللي تؤهلك للحصول على النجمة الذهبية وتكون أنت أحد المرشحين للعروض المباشرة، هل أنت مستعد لهذا التحدي وهذه المرحلة الجديدة؟ أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. حبي لها رغم الظروف القاسية، رغم المحن، حبي لها أمي سقتني في وسط اللبن، ونعشت فيها لأجلها عانيت، وانغبت عنها كم لها حنيت، والحاصل إن الحب شي ما له ثمن،
والحاصل ان الحب شي ما له ثمن. يا لا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا. من قال محبوبت كمان قلت اليمن؟ من قال محبوبت كمان قلت لي يا ما اهلا وسهلا حبيبتي، كيفك يا مها؟ الحمد لله. مها وينها مها؟ اكيد يعني حدا فيكم رح ياخذ هاي النجمه. ايش لونها؟ ذهبي. ذهبي. والذهب لمين؟ الذهب. للذهب. للذهب. فنسمع شو انت اخترتي من المعادن. يلا. اهل الاول يا فل يا كادياكم مالي، اهل الادب والذوق وعشت وبقيت ومجمل. يا اهل الطيبه والرقه والهرجه المتبتبه الدقه ورب البيت، وحشتوني من التاجر الى السقه، وحشتني حلاوه اللذه والبركة اللي في يده، حشتني الكحلة في عيونه وحواء والصبي عبده، وحواء والصبي عبده. شكرا شكرا يا ماما حبيبتي، أشكرك أشكرك. سيد عمر مرحبا. أهلا أهلا حبيب محمد، الله يعطيكم العافية. أبدعته. تحدثنا عن فحص الاختبار في جدة، كيف شفته؟ والله يعني صراحة كل دولة إلها نكهتها، وإلها نكهتها بالأصوات وبالأطفال وبطبيعة المشاركات. ما شاء الله عليهم أصوات جميلة، بتخيل إن شاء الله راح تكون منافسة قوية وشديدة بين المتنافسين من السعودية ومن جدة تحديدا، وبين باقي المتسابقين اللي اخترناهم من بقية الدول. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. ما شفنا من اللي حاصلين على النجمة الفضية يعني من مختلف الجنسيات، مش بس السعودية، سعوديين وسوريين ويمنيين، كيف شفت؟ صحيح. هذا يعني احنا مش شرط انه من 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 السعودية ناخذ سعوديين فقط، يعني ممكن ناخذ سعوديين، ممكن ناخذ مثلا اي صوت من اي احنا مناسب يتأهل لنا من هاي من هذا المكان، من اهله معنا بكل حب. وبالعكس اذا في اصوات قويه منافسه فاهلا وسهلا فيهم. بصراحه الاصوات يعني هذا الموسم الاول اللي برنامج النجم الصغير، اصوات تنافس الاصوات اللي حاليا تطلع على شاشات عربيه، اصوات بها قيمه فنيه، بها قيمه طربيه كثير عاليه. فبالتالي راح نطلع ببرنامج راح نطلع للناس الذوق الصح للسماع للصوت الجميل الصح. وبجدة لقينا أصوات جميلة طبعا من كثر يعني عدد جنسيات، لكن لقينا كذلك من الأصوات السعودية الجميلة اللي غنونا وسمعونا وأتحفونا بأصواتهم، وإن شاء الله نرتقي بالمستمع العربي للصوت الجميل. سيد محمد بشار مرحبا. أهلا وسهلا. تحدثنا عن الأصوات في جدة، كيف شفتها؟ أصوات رائعة ومنافسة جدا للمشتركين اللي اخترناهم بدول التانية، فأتوقع حيكون في تنافس قوي جدا على اللقب. شو في نصيحة بتحكيها للمشتركين؟ ولا شو، بدي أحكي لهم أنه غنوا من قلبكم، تدربوا منيح وأحفظوا منيح، واختاروا اختيارات صحيحة حتى أنكم تقدروا تتفوقوا باللي بتختاروه صراحة على غيركم. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم كمان مرة. انتوا اكيد جميعا تأهلتوا لمرحلة النجمة الفضية، وهاي مرحلة يعني ما شاء الله مرحلة متقدمة جدا في البرنامج. احنا رح نختار احدكم ليحمل هاي النجمة الذهبية اللي بتأهل حاملها للانتقال لمرحلة العروض المباشرة في بيروت. اللي بدي احكيه انه انا ما بدي اياكم تزعلوا، احنا في النهاية لازم نختار احدكم، يعني مدام انتوا وصلتوا لهذا المكان ووقفتوا هاي الوقفة فانتوا كلكم شاطرين واصواتكم جميلة ومتأهلين، واي واحد فيكم ممكن يكون هو المتأهل. فبتمنى انكم تفرحوا لصديقكم او صديقتكم اللي تأهلت معنا، وان شاء الله البقية اكيد يكون لهم حظوظ في المواسم القادمة بإذن الله تعالى. تفضل الأستاذ بلال، حاب يحكي لكم ايضا كلمة مقتضبة. طبعا نشكر الكل اللي شاركوا ويانا، يعني حتى اللي ما فازوا هم عندهم إمكانية، لكن سبحان الله الصوت يعني درجات جمال الصوت هو ليفلات، يعني ليفل
يعني اكو اللي 100% واكو 90 واكو 95 الى اخره يعني. فالمهم اللي يفوز معنا يعني نرحب بيه بالبرنامج مالتنا، راح تكون معه اصوات كثير حلوه. واللي ما فاز معنا يكفي انه هو شارك ووضح للمشاهد او وضح لنا انه هو عنده امكانيه وعنده موهبه. وتحياتنا للجميع ونتمنى ما حد يزعل، يعني احنا يهمنا انه تكونون سعيدين يعني. شكرا استاذ بلال، كلمه اخرى من الاستاذ محمد بشير. انبسطنا فيكم كثير، انتم كلكم اصواتكم حلوه، كلكم اصواتكم رائعه، المواهب عندكم بتجنن. يعني مواهبكم هي تقريبا احلى مواهب اليوم اجتنا، بشهاده الاستاذ بلال، استاذ عمر، حتى بعض المصورين كانوا معنا اللي هون، يعني اعجبوا في اصواتكم. فبدي احكي لكم انه ما بدي تزعلوا، ما بدي تتضايقوا، هذا طبيعي، هاي بالنهايه منافسه، هاي مسابقه، راح يتاهل واحد منكم، فبدي كلكم تكونوا معاه، كلكم تدعموه، وكلكم اصدقاء مع بعض، وأصدقاء لنا، وأكيد صار لكم جمهور من هلأ، صار لكم محبين على الشاشة. فبالتوفيق لكم، بالتوفيق للدفوز، كلنا معكم، برافو عليكم. أكيد بشكر أنا محمد، بشكر الشباب. صار وقت نعلن عن المتأهل معنا لحمل النجمة الذهبية والانتقال إلى بيروت للعروض المباشرة. الفائز أو الفائز معنا هو أو هي مين يا ترى؟ مين يا ترى؟ مين يا ترى؟ الفائز معنا هو أو هي مها الحمود. نشكرك يا مها، ان شاء الله انت تأهلتي معنا لبيروت، ونشوفك ان شاء الله في العروض المباشره. بدنا تحضري اشياء جميله، ونشكر كل زملائك اللي شاركوا معنا، وايضا اللجنه نظرا للمواهب المتعدده الموجوده معنا في جده ارتأت انه تعطي نجمه ذهبيه اخرى. ارتأت اللجنه انه نمنح نجمه ذهبيه اخرى في تصفيات جده، نظرا لجمال الاصوات المتقدمه واللي موجوده معنا. فمين راح يكون صاحب النجمة الذهبية الثانية برأيكم؟ أو صاحبة؟ أو صاحبة؟ أستاذ بلال؟ النجمة الثانية طبعاً هو الفوز للجميع طبعاً. اللي يفوز من عندكم معناته وفاز، وبنفس الوقت صعد من اسم بلده. وتحياتنا لكل اللي يشاركون ويانا ببرنامجنا النجم الصغير إن شاء الله. تفضل عمر. إذن صاحب النجمة الذهبية الثانية أين هو أو هي الموهوب أو الموهوبة معنا؟ الموهوب أمجد الخولاني. ألف مبروك حبيبي أمجد، أيضا نجمة ذهبية أخرى إلك مي أنجدة، ألف مبروك. يا ترى من منها سيحمل لقب النجم الصغير ويفوز بجوائز البرنامج الضخمة والتي تصل إلى 200 ألف ريال سعودي؟ ترقبوا العديد من حلقات برنامج النجم الصغير من المغرب والإمارات وغيرها من البلدان. تابعونا برنامج النجم الصغير برعاية رونا جرو، حليب النمو المتكامل للأطفال ابتداء من العام الأول. إكسيدا، ابنك تعبك بالأكل؟ إكسيدا هو الحل.